مساء الخير. ننطلق من بني ملال، حيث قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم إن زيارة الوفد الحكومي لجهة بني ملال خنيفرة تشكل فرصة للاطلاع على مختلف البرامج والمشاريع التنموية التي تخدم بشكل مباشر مصالح المواطنين وتلبي حاجياتهم اليومية. العثماني وخلال كلمة في افتتاح أشغال اللقاء التواصلي مع منتخبيه ومسؤولي الجهة أشار إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة للتأكيد على ضرورة تغيير مقاربة التعامل مع الشأن التنموي بالتركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية حتى تكون قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم. واش هي مساعدة للمستثمرين باش يجيو مواطنيين باش يخرجوا فلوس الفلسفه العامه واجانب. قررنا نبداو بجهه بني ملال الخنيفره. علاش؟ اولا لان جهه بني ملال الخنيفره جهه تتمتع بمؤهلات مهمه، عندها مؤهلات اقتصاديه تنمويه في مجالات متعدده، في المجال الفلاحي، في المجال المعدني، في المجال السياحي، مؤهلات بشرية مهمة وواعدة. الجهة فيها هذه المؤهلات وهي مهمة بالنسبة للوطن عموما، لكن مع الأسف الشديد الجهة لا تستفيد بالطريقة الكافية والمناسبة من هذه المؤهلات. احنا قلنا بغينا نقولوا جهة بني ملال الخنيفرة من الجهات التي لم تستفيد كثيرا من ثمار التنمية في الوطن، وحنا عارفين بأن بعض الجهات كتستفيد أكثر من جهات أخرى، هذا شيء واضح في المؤشرات التنموية وفي المؤشرات الاجتماعية. فلذلك قلنا نبدأ بالجهات الأقل حظا في الاستفادة من ثمار النمو وطنيا.